محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت لفنائك وأناخت برحلك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا، في مستهل الحديث نذكر ابن عم الحسين عليه السلام، ذلك الذي مثله في سفره، من الذين حقيقة قتلوا بظلم وبغرباء وفي غرباء ابن عمه، الذين كانوا معه في يوم عاشوراء رأوا جمال الحسين عليه السلام، رأوا استشهاد الأصحاب واحدا بعد آخر. الجو كان محفزا، منظر العيال والحريم وغيره، ولكن مسلم قتل تلك القتلى التي تعرفونها. حديثنا فيما يأتي حول دعاء عرفة، ولكن من باب الوفاء لهذا الشهيد العظيم ذكرناه بهذا المعنى. ولهذا قطعا مسلم من ضمن الشهداء الذين يسلم عليهم. على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، صحيح مسلم قتل في الكوفة لا في كربلاء، ولكن قطعا ملحق بالشهداء في ركب الحسين عليه السلام. وشاء الله عز وجل أن يجعل قبره في مسجد، هذا المسجد من المواطن الأربع المميزة، المدينة ومكة ومسجد الكوفة، هذه من الأماكن التي يخير فيها الإنسان بين القصر والتمام. في زاوية المسجد قبر مسلم، كل من يزور الكوفة ومسجدها يسلم على هذا العبد الصالح. إذن في مستهل الحديث نعم ننور مجلسنا بذكره، هذا المقدار إن شاء الله يرضى به ابن عمه. وأما نحن بيننا وبين عرفة سويعات، هذه السويعات إخوان اغتنموها في هذه اللحظة، إخوانكم في الحج ضيوف الرحمن ينهجون بالدعاء في ذلك الوادي المقدس، ونحن بحمد الله في وضع كما يقال ليس بأقل منهم. هنيئا لكم. كنت أقرأ في زيارة الحسين عليه السلام في هذه الأيام، هناك شكر الحمد لله الذي بهذا المضمون سهل لي زيارتك، مجيئك اليوم وبقاؤك بإذن الله غدا، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. أحدنا لا يضمن البقاء إلى ساعة، فكيف إلى يوم غد؟ أسأل الله عز وجل أن يطيل من عمرك لتكون من زوار الحسين عليه السلام في يوم عرفة. أشكر الله على هذه النعمة. هذا هذه النصيحة الأخوية، المؤمن قلبه لا يطاوعه يوم عرفة، إما في أرض عرفات أو عند الحسين عليه السلام. من يسمع حديثي هذا وبينه وبين الحسين ساعات إلى يوم غد، إن لم يكن عازما على الزيارة من الآن يعزم، يوم غد يوم العتق من النار. أفضل يوم في السنة يوم عرفة، كما أن ليلة القدر أفضل ليلة. نعم، غدا من الزوال إلى المغرب كن في حال استنفار، لا تكتفي بزيارة الحسين عليه السلام في يوم عرفة بزيارته، الكلام في أنك أن تكون من الذاكرين من الزوال إلى المغرب، ليلة القدر من المغرب إلى طلوع الفجر، وغدا من الزوال إلى المغرب. سويعات
غدا الفرصة الأخيرة بعدها إلى ليلة القدر القادمة إن شاء الله عز وجل أن يجعل لك محطة في منتصف السنة أو قل في أوائل السنة. من كان مقصرا في شهر رمضان المبارك، كلنا مقصرون، نعم غدا تدارك، نعم خذ زاوية في هذا المكان الشريف عند الضريح أو غيره، حاول أن تعيش برد المغفرة، حلاوة المغفرة عند أذان المغرب. إذا وجدت في قلبك تغيرا جوهريا أشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أريد أن أقول كلمة، الحمد لله هذا العبد الفقير قرأ كثيرا في روايات الحج، ولكن إن سألتني عن رواية ملفتة كلها ملفتة، ولكن من الروايات التي تثير العواطف لأن هذا المعنى ينطبق عليك أيضا، هذا المعنى نذكره عادة في أرض عرفات وهنا كأرض عرفات بل من جهة أعلى، رب العالمين ينظر إلينا قبل النظر إلى زوار بيته، وفسرنا ذلك في أول يوم. إمامنا زين العابدين عليه السلام ورد مكة وقد أجدب أهلها، كادوا يموتون عطشاً. الإمام أراد أن يطلب من الله عز وجل المطر، قبل أن يدعو بنزول المطر قال كلمة ملفتة، قال إلهي بحبك لي أقسم عليك بحبك لي، لم يقل بحبي لك. من كان في المسجد الحرام سمع هذه المقولة، قالوا له يا فتى يبدو الإمام ما كان في زي يعرف أنه إمام زمانه، عابد شاب عابد المهم أو غير شاب المهم، قالوا من أين علمت أن الله يحبك؟ هذه دعوة كبيرة، من أين علمت؟ أو تعلم ماذا قال إمامنا زين العابدين عليه السلام؟ ما قال أنا إمام زماني، ما قال أنا ابن الحسين الشهيد، ذكر ما هو فيه من المقامات، قال كلمة كونوا معي، هذه الجملة تثلج صدوركم جميعا. إمامنا السجاد عليه السلام قدم دليلا بسيطا بديهيا، قال لو لم يحبني لم يستزرني، لو لم يحبني لما جلبني إلى المسجد الحرام وإلى الحج. وعلمت ماذا أريد أن أقول؟ لو لم يحبك رب العالمين لما جلبك إلى هذا الحرم. ألا يستحق هذا الخبر أن ترفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد؟ كلنا أحباء الله، لولا الحب الإلهي لو أن الشيعة جميعا جاءوا إلى أرض كربلاء لما تحملتهم المدينة، ولكن الله يختار من كل مدينة من كل بلد البعض، وأنت من البعض. ما دمت جئت إلى النهر والبحر اغترف، هذا مغتسل بارد وشراب، لا تجعل هذه الزيارة تمر هكذا، لا تخرج من كربلاء إلا وقد أخذت بطاقة العتق من النار والسعادة الأبدية. بعد هذه المقدمة العاطفية إن صح التعبير أنتقل إلى موضوع الحديث إن شاء الله. اليوم وغدا في هذا الوقت المبارك نحوم حول دعاء الإمام عليه السلام. واقعاً لو لم يكن في تراث أهل البيت إلا دعاء إمامنا في يوم عرفة ودعاء ولده زين العابدين في أسحار شهر رمضان ودعاء أبيه أمير المؤمنين في ليالي الجمعة، ثلاثة أدعية، دعاء كميل، دعاء السحر، دعاء يوم عرفة لكفى.
لبيان عظمتهم. ولهذا أشير غدا بإذن الله عز وجل في يوم عرفة، تذكر كربلاء عندما تستمتع بهذا الدعاء تعلم المعرفة الربوبية في قلب الإمام، تذكر ما جرى عليه في يوم عاشوراء. يعني هذا المحب الأول، هذا الشهيد الأول الذي فدى بنفسه، هكذا عاملوه في يوم عاشوراء. المهم دعاء عرفة فيها محطات للتأمل. أريد اليوم بلا منة عليكم أقول شيئا لعل البعض يعمل بها فيدعو لي أخيرا. قراءة الدعاء على نحوين، كونوا معي. نحن بحمد الله محشورون مع الدعاء، دعاء الندبة، دعاء كميل، المناجيات 15 إلى آخره. الدعاء يقرأ على طريقتين، هذا المعنى ينفعك إلى آخر العمر. مرة البعض هكذا يرفع صوته يترنم بالدعاء كأنه يجود الدعاء تجويدا كقراءة القرآن الكريم. أنا لا أدري هل هذا النحو من الدعاء مطلوب أن يجود، يرفق من صوته طبقات الصوت على نغم معين. على كل هذا نمط لا أريد أن أنفي، ولكن قسم من بال الداعي يتوجه إلى اللفظ وإلى اللحن. هناك نمط آخر لعل هذا النمط أقرب للإجابة، أن تقرأ الدعاء بعيني وتتمتم، بمعنى تقرأ إخفاتاً أو جهراً بسيطاً، تعيش المعاني، المعنى يثير الدمعة، لا تجعل طربك في الصوت مثلاً. أنا جربت هذا المعنى دعاء عرفة تقريباً في نصف ساعة تقرأها بهذه الحالة، عينك تقرأ ولسانك يتمتم إخفاتا وعينك تجري، ماذا تريد أفضل من هذا؟ عندما نسمع بعض علمائنا السلف في ليالي شهر رمضان في دعاء صلاة الليل عند أمير المؤمنين، كان يقرأ دعاء أبي حمزة في القنوت لا بنحو التجويد، يقرأها كما يقال بعينين خاشعتين. لا أقول تمتم بلا تلفظ اقرأ الدعاء، ولكن بهذا النحو. جرب غدا اقرأ دعاء عرفة عند الضريح الشريف في نصف ساعة، اقرأها وأنت تتجول في المعاني، لا تريد أن تسمع الناس صوتك مثلا. هذا نمط من أنماط قراءة الدعاء سيفيدك إن شاء الله طوال العمر. نعم، الآن من باب العينة، بالله عليكم هذه المعاني هل تأملتها في دعاء عرفة؟ غدا إن شاء الله نقرأ شطرا من الدعاء. أولا، الحسين عليه السلام وصل في فقرة من دعائه، افتح المفاتيح، يقول: ثم اندفعت المسألة واجتهد في الدعاء وعيناه تسيل دموعا. يعني اختر الفقرات التي تثير العاطفة. البعض يقول كذا من باب الشاهد، البعض يقول في دعاء كميل: الجملة التي تبكيك كثيرا لو تأملتها قولك إلهي وربي من لي غيرك. مثلا إذا وصلت لهذه الفقرة كررها، استدر الدمعة. المهم، الحسين عليه السلام فدته نفوسنا، كم من الجميل أن نتناول اليوم وغدا دعاء عرفة ونحن عند صاحبها. أتشهد أن الإمام الآن يشهد مقامنا ويسمع كلامنا. أقول يا أبا عبد الله، اليوم وغدا نحن على مائدتك، كلما نقول اللهم
تفضل علينا وقل آمين، ما المانع؟ هنيئا لمن كان الإمام يؤمن على دعائه عند الضريح، كذا قل، قل أنا ضيفك، أنا زائرك، جئت إلى كربلاء على أمل على طمع، كلما أقول اللهم يا مولاي قل آمين. هنيئا لمن صدرت هذه الجملة في عالم العرش، ليس من الضروري أن تسمع أن تفهم، المهم يقول الإمام اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. يا لها من جملة! لو أن فضائية من الفضائيات نصبت نعم جهازا لاقطا وقال سنبث أعمالك طوال اليوم والليلة، كم تنضبط؟ بشر ينظر إلي، إنسان طفل ينظر إلي، يراعي فعله، يقول هذا الطفل يلتقط، أخاف أن ينقل عني ما ينقل، طفل تخشاه. وأما رب العالمين جعلته أهون الناظرين. ولهذا الحسين عليه السلام يطلب مقام اليقين، إن وصلت إلى هذا المقام أي معصية تصدر منك؟ تقريبا يستحيل منك صدور المعصية حياء وخجلا. الكلام ليس في الجنة والنار، كلام مقام الخشية واليقين بالعين المراقبة. إذن هذا الطلب لو استجيب لك كنت من الفائزين، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. كنوا معي جيدا، أنا عندما ألتقي بأهل المعاصي أقول له يا فلان تذكر أن المعصية مقدمة لشقائك، لماذا تنبغ الأجنبية؟ لتستأنس، لتتلذذ، أو تعلم أن هذه اللذة تعقبها شقاء؟ تريد اللذة الآنية وبعده الشقاء، رب العالمين يعلم كيف يؤدبك، يلقي عليك مرضا باسم الكآبة، يلقي عليك مرضا باسم القلق والاضطراب، نعم يقدر لك زيجة فاشلة، يجعل صلبك عقيما، كل هذه البلايا مقابل نظرة محرمة، الأمر بيده. خف الانتقام الإلهي، ولهذا يقول المولى ولا تشقني بمعصيتك. عندما ذهبوا إلى بلاد الغرب مثلا بعض الشباب لا يقتنع بالنصيحة، أقول تريد السعادة، السعادة التقوى، المؤمن من أسعد الناس، ما سمعنا بمؤمن بمعنى الكلمة يبتلى بانهيار عصبي، الذي لا ينام الليل، أصحاب الأرق، أصحاب القلق، هؤلاء لم يصلوا إلى مستوى من الإيمان. المؤمن يعيش الراحة الداخلية الدائمة. ثم يقول المولى صلوات الله عليه وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هذه مشكلتنا، لماذا البعض منا يدعو ولكن هكذا يعيش حالة اليأس، حتى أن البعض يتجاسر يقول زرت الإمام استجاب لي سوف لن أزور ثانية. ما هذا الكلام؟ من قال لك أن الحاجة المعجلة هي خير لك؟ ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. هنا كلمة خذوها إخواني، الدعاء عند الإمام الدعاء المستجاب، يعني هذا الملف قبل، هذا الملف نظر فيه. الآن ما الحل؟ رب العالمين له طرق ثلاث، إما يعطيك الحاجة معجلة، أنت أمام الضريح ولك حاجة مستعصية ووجهك أمام الضريح، صاحبك يربت على كتفك،
قل جاء الاتصال الآن والسجين كقد أطلق سراحه. أنت عند الضريح ما جفت دمعتك والحاجة قضيت، يتفق هذا المعنى. طلبت حاجة من الإمام، قلت يا مولاي أريد بين الصلاتين، كان صلاة الظهرين، أريد الإجابة والعلامة بين الصلاتين، جاء اتصال قضية الحاجة بهذه السرعة. وبعض الأوقات الحاجة تقضى ولكن بعد فترة، موسى كليم الله أجيبت دعوتكما، بين أجيبت وبين الإجابة 40 سنة، فرعون ما مات فورا. نعم أجيبت دعوتكما، يعني ختم الأمر، الملف ختم، ماذا تستعجل؟ الحاجة تقضى بعد 10 سنوات، طلبت من الله ذرية كنت عقيما، لو تعطى الذرية بعد سنة تسكت، ولكن تدعو الله 10 سنوات في العمرة والحج وعرفة وتحت القبة والروضاء، 10 سنوات من الرصيد، رب العالمين يعطيك ذرية مميزة تقر عينك به غدا، لماذا تستعجل؟ بك مرض تنام الليل إلى الصباح تئن من المرض، رب العالمين يكفر عنك المعاصي العظام، لا تستعجل. ولهذا المؤمن في هذا العالم كما يقال أعصابه باردة. وأخيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، تعطى من الدرجات يوم القيامة، تقول يا رب ليتك لم تستجب لي دعوة واحدة. في دار الدنيا طلبت منزلا مالا ذرية، وإذا يوم القيامة يقال لك حجزنا لك قصرا في حي النبي محمد وآله، أين الكون مع النبي وآله، وأين الدنيا الفانية، كن فطنا. ولهذا قل يا رب أنا أقدم الحاجة والأمر إليك، إن شئت عجلت وإن شئت أجلت وإن شئت أخرت إلى ذلك اليوم. انتهى حديثي لهذا اليوم والوقت مضى بسرعة. في ختام الحديث، البعض اتصل من أرض عرفات يقول نحن الآن في حال دعاء وتوجه، وأنا أتكلم إخوانكم على صعيد عرفات، ونحن غدا نحيي بإذن الله عز وجل. ولهذا أحببت مشاركتهم بشيء، أقول لهم بلسان الحال نحن أيضا في هذا اليوم ننهج ببعض فقرات دعاء الحسين عليه السلام، ونحن بجواره، بجوار المتكلم، بجوار الداعي. هناك فقرة في دعاء الحسين عليه السلام أقرأه الآن، ولكن طلبي في صلاة الليل طوال السنة إن رق قلبك انهج بهذه الفقرات. يونس في بطن الحوت قال مرة واحدة لا إله إلا أنت، أعني جملة واحدة، إني كنت من الظالمين، ولكن الحسين عليه السلام يعلمنا دعاء الذكر اليونسي بلهب لسان الحسين عليه السلام. في ختام الحديث توجهوا إلى الله عز وجل، وأرجو أن نرفع معا صوتنا ليصل إلى العرش، يناجي ربنا بمناجاة الحسين عليه السلام. ماذا كان يقول في يوم عرفة؟ كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نختم حديثنا بالدعاء لفرجه، نقف جميعا إجلالا لذكره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله